هي فين؟ فين؟ أهلاً أهلاً، نورت يا طعمة يا حلوة يا كيوتة. حالاً راسها هتكون بين إيديكم، أحلى كدول للرجالة. وحياة عيالي يا شيخ، وحياة عيالي. سيبني أنا أتبعها وأزمر بزمارة رقبتها شوية. لا لا يا شناوي، مش هو ده اتفاقنا. اتفاقنا كان أنت تخطف وأنا أقطع. أنا ما اتفقتش على حاجة، أنا سيبتك تبقبك لوحدك وفي الآخر أنت اتفقت وقلت أمين. لا لا لا، ما حصلش يا شناوي. لا يا شناوي، حصل. لا حتى يشحب من يوم. أنا برا عن الكلام ده، أنا واخد القرار ومن غير حتى استئذان. بره يا جدع، إحنا عيال ولا إيه يا الله؟ وبعدين ما إحنا كلنا جوانا غل، عايزين نفرتكوا في وشها. تمام يا رجالة، يبقى كلنا نقف سطر واحد وننفس في نفس واحد عشان الكل يبقى مرضي. مرضي يا عم شناوي؟ مرضي. مرضي يا عم هنداوي؟ مرضي. انتوا تأمروا، بس سيبوني بس عمر مسدسي ونتوكل على الله ونبدأ كلنا. واحد اتنين تلاتة. يا اهلا يا اهلا يا مساء الجمال. اخف الله العظيم يا رب. منوره الدنيا يا ست هاني. اعرف. اتفضلي. ممكن تسيبني الباب عشان تقررتني فجاه ان انا نازله، ولا اصلا مش نازله لو ما كانش ضايق حضرتك يعني. لا عدم المؤاخذه ست هاني، معلش انا اسف. اصل انا خلاص قدت كفايه، هتفضل تلت وتعجن اللي تشوفيه يا ست هاني. خلاص اقفل الباب. تحت امرك يا ست هاني. افضل واقف لي جنب العربيه. يا ست هانم يا ست هانم، في 20 جنيه باركه. لما على ما اطلع. طب اي حاجه. طيب قلت لك لما اطلع في ايه؟ صباح القشطه، انا داخله عليهم دلوقتي اهو. عارفه عارفه ان الارض عليها مشكله والعربيه هيغزوها بعد الحكم. عيب عليك، معاك هنادي عبد الظاهر، احنا بنبيع ليمون. سلام. شايف ان مفيش عقود والارض في مشاكل مع العربيه. هنشوف نسمع بس انا مش متاكد. هنادي عبد الظاهر سيلز ات بسام جروب. اهلا بيك، اتفضلي. هو حضرتك وشك مش غريب عليا يعني، شفت وشك قبل كده في حته تقريبا؟ ما اظنش ان احنا شفنا بعض عشان طول الوقت بره مصر. يا ريت بقى نخش في الموضوع على طول. شكلك رخم وهتقرف. ماشي، انت بتقولي حاجه؟ لا لا. هو مقابله النهارده بخصوص وحدات ريفر سايد راس صدر، مش كده؟ بالظبط. طب يا فندم انا عايزك تلحق الوحدات دي، لان دلوقتي سعر الفيلا 3-4 مليون، ومجرد ان احنا نمني المرحله الثانيه والثالثه سعر الفيلا هيضرب هوب 7-8 مستريح. استاذه هنادي، انت متاكده من موضوع المرحله الثالثه ده؟ اه طبعا. امال ايه يا استاذ، حضرتك اسمك ايه؟ سامح. اكيد بتقول للاستاذ طاهر ان في مشاكل في الارض، والبيت اللي قدامك دي بتحور عليك وبتقول اي كلام، مش كده؟ صراحه حصل. طيب ببساطه احنا ممكن بقى نستنى الجلسه اللي هناخد فيها الارض من المحكمه، وساعتها تعرف البيت اللي قدامك دي مش بتحور عليك ولا حاجه. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من عند الناس اللي فوق. ها طيب، احنا ممكن نوقف البيعه وسلام عليكم. اقعدي بس يا نسر. يا استاذ. لا يا استاذ طاهر، انا عايزك تكون واثق من اللي انت هتعمله. اقعدي بس. اوعدك اوعدك من دلوقتي ان لما ناخد الارض من المحكمه، الوحدات اللي انت اخترتها هتكون في انتظارك ومن غير عقود. سلام عليكم تاني. اقعدي يا ست. انا ورايا مواعيد كتير يا جماعه، معلش ورايا اشغال برضه. استاذه هنادي، لازم تقدري الوضع. المعلومه اللي واصله لنا ان الارض دي عليها مشاكل وقضايا، وانت ما قلتيش كده من اول الكلام. عشان الموضوع خلصان، انا مش هلط شركتي باي كلام وخلاص. خلاص خلاص يا نسر، انا هاخد 5 وحدات صف اول، بس هتعملي معايا بقى ايه في الساعه؟ اخر 4 مليون وجبتها لك على بلاطه. وانا موافق، انا هدفع 10% والباقي عند السلام. خلاص مش هقدر ارجع لك كلامك. هتشربوني ايه بقى؟ ده انا دفيتكم. سحلب كمان. اي حاجه يا استاذه، اي حاجه يا استاذه، معلش فلوس، معلش اي حاجه. والنبي والنبي يا استاذه، والنبي اي حاجه. اغليها لك، معلش فلوس. حاجه ايه؟ اجيب لك ايه؟ اي حاجه يا استاذه، اي حاجه. لا اله الا الله، خبطكم على الصبح. صباح الفل يا ست الكل. ايوه باركن حضرتك بس. طب بص، انا عارف البارك هنا ب 20، اديت لي قبليك 10 عشان ما كانش معايا فكه، فانت عايز بقى مني 20 ولا 10 جبله ولا اقلع لكم هدومي؟ لا طبعا، بس والله العظيم ولا شوي ولا جاب لي سيره، بس اللي تجيبيه محبه من حضرتك. اكيد عايزه شغلكم يعني، مش هبرشط عليكم. كتر خيرك. عايز ال 10 كامله. اه يا ريت يعني. خد رجع 10. ادي الهوانم المحترم، مش العالم اللبط. في ايه يا صابرين؟ في ايه؟ عندي مليون الف حاجه اعملها. اعمل لك ايه؟ روحتي؟ لا لسه ما روحتش. هو انت يا بنتي مش قلتي لي هتروحيني؟ يا ريتني ما رديت.
حاضر يا حبيبتي، هعدي عليك اروحك وبعد كده انزل عندي مليون الف مشوار، ربنا يعيني بقى يا رب. طب انت فين دلوقتي؟ انا على كوبري اكتوبر. يا لهوي يا هنادي، انت لغايه ما تجيلي هنا اكون خلاص استويت. ده الدنيا واقفه ما بتتحركش، ما تعدي يلا بقى، حرام عليكوا، في ايه؟ خلاص هطلب انا اوبر بقى وامري لله. والله العظيم يا هنادي، والله العظيم مرتبي خلص عليه. معلش يا حبيبتي روحي. طب هو انت ممكن تديني فلوس؟ اعتبريني انا ما قبضتش من اول الشهر. شهر ايه يا هنادي؟ ده بابا على طول بيديكي فلوس حتى من غير ما تطلبي. انت هتقري؟ انا بقالي 4 شهور ما جبتش لبس يا صابرين، نفسي اجيب حته هدمه يا صابرين. طب بقول لك ايه صحيح؟ هو انت ما شفتيش القميص اللبني المقلم بتاعي؟ انا مش عارفه انا حاجتي بتروح فين. وحياه امك ما اعرف عنه اي حاجه. لما نروح نبقى ندور عليه مع بعض يا حبيبتي. قولي لي ما تعرفيش ماما عامله ايه على الغدا؟ تقريبا كده عامله قلقاس. قلقاس؟ اقفلي يا صابرين. معلش انا عارفه ان انت ما بتحبوش، ولا انا والله، بس والنبي. والنبي ما تكسفيها، ده كفايه تعبها. وبعدين ما تتاخريش، انت عارفه ان احنا لا يمكن هناكل حاجه من غيرك. اقفلي يا صابرين، اقفلي، يخرب بيت ام رغك، صدعت على الصبح. طيب ماشي يا حبيبتي. طيب لا اله الا الله محمد رسول الله. ده انتوا عالم. جعان والنبي يا استاذه، والنبي يا استاذه، والنبي والنبي يا استاذه، جعان والنبي، والنبي جعان. جعان يا استاذه، جعان. اي حاجه جعان. وجع هنادي جد، احنا ما رضيناش نتغدى لما انت تيجي، يلا بقى نقوم ناكل كلنا. ايه يا بنتي الجاكيت ده شكله غريب قوي. ده جاكيت قديم عندي كنت سايباه في العربيه. شكله كبير، شكله مش بتاعك. ما قلت قديم. داخله انا. ايه مالك يا حبيبتي؟ تعالي تعالي يا هنادي اقعدي احكي لي. حبيبتي تعبانه من حاجه؟ مالك يا بنت بطني، ربنا يحرسك من كل عين اذيتك. قولي لي يا حبيبتي في حاجه؟ انت كويسه؟ في يا جماعه مرهقه شويه. أكيد من تعب الشغل يا حبيبتي. ما أنا ياما قلت لكم اقعدوا تهنوا في البيت وأنا كفيل بكل طلباتكم. ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ربنا يخليك لينا. والله ما هو كلام يا سعاد، أنا فعلا نفسي أستتكم كلكم ولا أشوف في عينيكم البهدلة أبدا، لا في حياتي ولا حتى بعد ما أموت. بعد الشر عنك، ده احنا نموت من غيرك، مش كده يا بنات؟ طبعا يا ماما. هنادي. نموت من غيرك، داخلة أنام بقى. بقول لك إيه يا حبيبتي؟ أنا طول النهار عمال أعمل لك القلقاس اللي أنت بتحبيه. أنا مش قادرة، مش قادرة يا ماما. طب يا حبيبتي مش محتاجة فلوس ولا حاجة، أنت عارفة عناية ليكي. لك إيه؟ بنتنا محتاجة تغير جو، عايزة تسافر. إيه رأيكم نسافر راس البر؟ راس بر إيه يا جماعة؟ تعالوا نطلع النخيل، ده بيقولوا البحر هناك تحفة. لا 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 دي بتبقى زحمة قوي. أقول لكم يلا بينا على راس البر. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، ممكن اخد اجازه من شغلي وانت وهي طز في شغلكم ونطلع كلنا بقى. حلو قوي الكلام ده، انا بقى هدخل احضر الشنطه وانا معاكي، وانا هنزل اغير زيت العربيه. يلا يا هنادي تعالي معايا. لا لا خليها معايا وانا بحضر الشنطه. بقول لك ايه، سيبي لي بنتي حبيبتي اتكلم معاها شويه. لا قوم معايا احسن تحت هتفك في الكلام. يا هنادي يا جماعة تعالي، هي اقرب لي هتحكي لي جوه. يا صابرين خليني اكلم اختي. كفايه بنتنا مش كويسه خالص يا سعاد. ايوه احنا لازم ناخد بالنا منها اكتر من كده. ايوه لازم نخلي بالنا منها. ايه رايكم نلغي السفريه؟ احسن، بنتنا اهم. يلا بقى ناكل القلقاس. زمانه برد. يلا. مين؟ انا صابرين، ممكن اخش؟ لا استني. ماشي. القميص يا لهوي ارفعي لها. لا معلش لو كنت هتنامي، اصل انا كنت محتاجاكي في موضوع كده. سفريه مش مسافره يا صبري. لا لا مش سفريه والله، مش سفريه. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فلوس. ايه؟ فلوس. محتاجه 1000 جنيه عشان اجيب كتاب للماجستير. وانت عارفه يعني ان انا مرتبي على قدي وبابا لسه ساحب منه، وانت لو طلبت الفلوس مش هترددوا ثانيه. يعني يوم ما اطلب فلوس اطلبها ليك انت؟ ايه؟ مش قصدي، قصدي يعني ان انا احب لما اطلع لك فلوس تبقى طالعه مننا. بجد يا هنادي؟ عيني عيني. بصي اقبض بس الشيك من الشغل واجيب لك اللي انت عايزاه، تمام؟ بس انت عارفه ان انا بصرف على الشغلانه دي من جيبي يا صابرين. ربنا ما حدش عنده دم يا صابرين. لا لا ربنا ما يحرم لي منك يا رب. يا رب. بس ممكن يعني لما تيجي الفلوس تقولي لي علشان انا حاجزه الكتاب. حاضر هقول لك. بجد؟ والله هقول لك وقطمي بقى. ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هخرج النهارده الساعه 11 وممكن اتاخر. طب وبابا؟ لا ما انا مش عايزاه يعرف.
بصي اصل في يعني بنت كده صاحبتنا في الشغل هتطلع، وانا كنت رايحه يعني عشان اصلح ما بينها وبين جوزها في البيت، ولو قلت لابوك هيقول لي لا. خلاص ولو ان الكذب ملوش رجلين، بس بدل في الخير انا في ظهرك، محدش يعرف اي حاجه بجد. عينيا جامده. اطلعي بره. حاضر. ايوه اقفلي. برافو شاطره. قال لك الكذب ملوش رجلين، ده ليه رجلين وايدين وتاشيره رايح جاي توديك المكان اللي انت عاوزه. اكبر مثال حي ليا طول الوقت كان متمثل في اختي صبري اللي ما كانتش بتقول غير الصدق، وده كان بيخليها تتعاقب، وكنت بشوف اللي ما بيجيش من ورا الصدق ده الا كل الخساره، عشان كده ما حبتهوش. ما عملتيش الواجب ليه؟ انا اسف والله. انا كده خلاص تعبت منك، والدتك تكلمني. وانتي عملته بس نسيته عند تيتا واحنا بايتين عندها. ماشي يا حبيبتي، المره الجايه تجيب القديم والجديد. هنادي هنادي. الله، مين اللي رسم على الحيطه كده؟ والله ما انا، دي صابرين. صابرين تاني؟ يا صابرين صابرين. وما يمنعش من شويه تشغيل دماغ على شويه تمثيل، اصل الصراحه يستاهل نتعبنا. احلى تقنه جه في الحياه. وكنت يوم بعد يوم بيتاكد لي ان الصدق ده اختراع فاشل، وان الكذب مفيش احسن منه. اهي صابرين اهي خسرت خاطبها لما قالها انه مش عايز واحده ليها ماضي، وهي زي العبيطه قالت له انها كانت مرتبطه بواحد قبل كده. عبيط. صدقوني مفيش احلى من الكذب في الحياه، هو اللي بينجي وينجح ويطلع لقدام زي ما انتوا شايفيني قدامكم كده. ايه يا بنت شيماء، ايه كريم وصل عندك؟ يعني هو موجود دلوقتي؟ وانا جاي على طول اهو. بقول لك ايه، ما يغيبش عن عينك لحظه. خلاص مسافه السكه اكون عندك. سلام. يلا بينا يلا يلا يلا. بشكر كل الناس اللي جولي النهارده واللي جابوا لي هدايا كمان، بس في واحد فاجئني النهارده بحاجه مختلفه عنكم كلكم بصراحه، وعشان كده حابه هو اللي يقول لكم عليها. طيب يا جماعه، انا خطبت
طب ليه طيب الوطيانه بدل ما لسه بتحبيه ارتبطتي بغيره ليه؟ هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه؟ طب داري داري موبايلك يا حسن كريم يشوف الرسائل اللي على الواتس. ما داريها ليه يعني؟ داريها بس داري. اوه ما اعرفش هو انت هتصدقها؟ افتحي تليفونك كده. انا هفتحه بس عشان اثبت لك ان مفيش حاجه اصلا. اتفضل. ايه ده؟ انا والله ما اعرف اي حاجه عن الموضوع ده. والله يا كريم انا ما اعرف حاجه. وحياة ربنا استنى بس يا كريم يا كريم استنى يا كريم. خاتم يا مقرح. بس الواد ذوقه حلو. ساتر ايه ده؟ يا رب يا هنادي يا هنادي افتحي حرام عليكي هتأخر على الشغل. حرام عليكي. ليش اصل السكاكين كانت بتقطع في بطني بقى. طب امشي. سكاكين بتقطع في بطني. شيماء لو عايزانا نفضل صحاب ما تجيبيش سيره موضوع امبارح ده تاني خالص ولا تجيبي سيره لاي حد. طب استني خليكي معايا ثانيه. طبعا لو قلت لك الشنطه اللي كان فيها فلوس جه واحد بموتوسيكل وسرقها فمش هعرف يعني احاسبك على غسيل العربيه. معلش. لا طبعا ماليش غير ان اسدك جنابك. هعمل ايه يعني؟ عليه العوض ومنه العوض. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا بنتي؟ لا 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 اعدي عليكي. ايه اسكتي. انا نزلت النهارده الصبح لقيت عربيه متخرشه ومغموطه حته خبطه. عملتني كوبري يا ماما. معقوله يا حبيبي عملت فيك كل ده واكتر من كده يا ماما؟ بس انا اللي مش قادر احكي وافتكر. لا يا حبيبي لو عملت فيك كده انت لازم تقطع علاقتك بيها فورا. مفيش علاقه اصلا يا ماما. ده انا بس اللي بحبها. ما يمكن يا حبيبي عشان كده مش عارفه حبك ليها ده. لا عارفه ومتاكده كمان ومصره تبهدل فيا. تخيل يا ماما تستخدمني انا كوبري عشان توصل لصاحبي. انا اللي بسيب لها شغل بالالوفات وابقى قاعد ميت من الجوع. ما انت كده غلطان يا حبيبي. انت كده بتدي اكتر ما بتاخد. يعني اعمل ايه؟ لا نصيحتي ليك انت لازم تقطع معاها فورا وبعنف وتعرفها ده. انا عايزاك كده تجمد تنشف. انت هتفضل طول عمرك طري ولا ايه؟ صح يا ماما الطري مصيره ينشف. انا خلاص عرفت اعمل ايه. انا هخرب الدنيا. يا انا انت يا هنادي. علي زي ما دبسني في شركه التامين اللي هيبدي خرجني منها. اما انا كده هلبس فلوس التصليح كلها لوحدي ده غير فلوس التامين اللي انا دفعتها. ايه يا عم مالك بتتعصب عليا كده؟ بتتكلم عدل.
علي. الو. يا نهار ابوك اسود، بتقفل السكه في وشي؟ بتضحك عليا يا عم؟ دي السكه اتقطعت. لا ولا حاجه يا استاذه، ما يهمكيش. هذه يا زفت انت كمان على الصبح. حبيب قلبي مالك بس زعلان ليه؟ ده انا قلعيني والله ان انا ما جيتش الشركه، ده انا عربيتي باظت، كل حاجه باظت والله، ده انا حتى دلوقتي راكبه اوبر. اه والله ده حتى عيط البيت دلوقتي مش لاقيين اي حد يساعدنا. ايه يا حاج انت؟ هو في ايه يا عم؟ يا نهار ابوكي اسود. نعم. لا يا استاذه، دي العربيه عطلت. هو انا اقول العربيه اتخبطت تتخبط؟ اوبر عيط اللي اتعطل؟ هو في ايه؟ ارف ارف يا استاذه والله. طب ما تشوف كده المخروبه دي مالها؟ مخروبه باظت. باظت؟ اه. طب ما تشوف اي حد يساعدنا. فين في الهو ده؟ ده الحته دي كانت نمل اقسم بالله. طب بقول لك ايه؟ الغي بقى انت الرحله وتعامل، اوعى تنطق بكلمه، هقدم فيك شكوى تقعدك في بيتك، انا هطلب كابتن تاني. اطلب يا استاذه حقك، حقك يخرب بيت ابوك. نعم. العربيه يا استاذه العربيه. اه. ايه ده؟ مفيش نت. ارف ارف. طب انا اعمل ايه؟ بص حضرتك اركبي كده حاولي تدوري، وانا ان شاء الله اعمل حاجه العربيه هتدور. شقينا بقى القرف اللي على الصبح ده. دوري كده. ادور. دواري دواري. ايوه هيدارت اهي دار. ما انت اللي بومه. معلش انزلي لي كده. هيدارت في ثانيه. ايه؟ ايوه. اي تسلم ايدك يا ست الكل. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. طب افتح. طيب السنتر لوك. خلي اوبر الثاني يفتح. يا كابتن كابتن، هو في ايه؟ ايه بقى؟ انا داخل على بيت الجري، فتلاقي نفسي مقطوع شويه. عايز ايه؟ طب قولي يا بنت ماشي، ما تركبي حاجه. وانا كل ما اركب حاجه بتعطل، اعمل ايه؟ عاوز ايه مني دلوقتي والنبي؟ ولا حاجه، انا كنت بس باكد معاك الاسعار كده قبل ما ادخل للناس والشروط. ايه الدنيا تمام؟ يا عم اعمل اللي قلت لك عليه. يا نادي وحياه ابوكي، انا الديل ده لو ما تمش لؤي خلاص هيشيع. ليك عليا لو الديل ده ما تمش لنام على شريط القطر لحد ما يعدي عليا يفرم امي. ارتحت؟ استريحت يا اوفر. سلام. ما ينفعش المواعيد دي يا ستي. انا ماشي والمصحف جاي لك ماشي. ابوس ايدك اقعد عشان خاطري والنبي. اتفضلي يا ست. ربنا يخليك. وانت بقى متاكده من حكايه الارض اللي هتنزل 300 جنيه ديت؟ انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط؟ طب وعرفت الكلام ده منين؟ المعلومه لسه واصله لي سوق امبارح. بس مش شايفه ان الارض اللي عماله تغلى كل شويه وعليها الطلب هوب تنزل مره واحده كده؟ ما هو ده اللي حصل بعد ما خصخصوها دخل فيها كذا شريك. وانت بقى تقدري تعملي ايه؟ اقدر ابيعها لك. لا 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 صعبه قوي دي. زي ما بعت لك اراضي مرسى مطروح هخلصك منها وبمكسب كمان. وانا معاكي. امتى؟ النهارده لو عايز. لا 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 ده كتير قوي. لا لا عيب عليك بقى، ده شغلتي. المهم عمولتي كام؟ انت هتفضلي سفاحه كده على طول؟ سفاحه؟ هو انت كل مره تقولي نفس الجمله؟ واحنا في بينا ايه غير نفس الجمله؟ طب احلف لك بايه؟ ابوس ايدك. احلفي احلفي مره واحده بس. طب مره والله العظيم انا اخر حاجه بفكر فيها الفلوس. اللي جابرني على الشغلانه السودا دي ان انا بصرف على عيلتي. اعمل ايه؟ اقدري كده. طب هات ايدك اهو. طب والعشرة دول؟ انا اصلا طول عمري اللي في جيبي مش ليا. صدقه ايه ده؟ لا 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 ايه الهبل اللي بيحصل ده؟ لا لا يا نهار اسود يا نهار اسود منيل. خد خد اتفضل يا باشا. شكرا لحضرتك يا استاذ الله يخليك. طب بقول لك ايه؟ والنبي هاتهم تاني؟ اتفضل يا استاذ. لا مش قادر بموت بموت. خد خد. شكرا لحضرتك يا استاذ الله يعز. اه عايز اي حد، عايز اي حد. خد بقول لك ايه، ده انت لك فلوس ياما. خد الفلوس دي. خد بنت الناس الله يبارك لك يا هاني. ادي دول لشوقي. اه شوقي شوقي شوقي. ايه من موجوده ست هاني؟ خد يا حبيب قلبي. خد ربنا يخليك يا ست هاني. ربنا يخليك. ربنا ايه بقى؟ ايه؟ هلم. نعم نعم. اتفضلي يا هلم اتفضلي. بتوع ايه دول؟ بتوع دول. انت ساكته انت هتصاحبيني؟ ايه؟ تلاقي جعان. جعان؟ ربنا يستر عليك. خدهم. ربنا يستر عليك كلهم. ربنا يستر عليك. ايه بقى يا رب؟ انا تعبت قوي يا رب. بقول لك ايه؟ اركن 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 هنا على جنب. اركن اركن بسرعه. الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ حاجه يا نهار اسود. خد يا حاجه، شكلك غلبانه قوي. ها غلبانه. ها خد خد يا حبيبتي. خد يا نهار اسود على انا بعمله على السنين السودا. تعالى خد فلوس. خد نهار اسود على انا بعمله. خد خد كله خد كله كل الفلوس. خد يا رب يخليك يا حبيبتي ويبارك فيك يديك على دنيتك. لا بوس ايدك يا حاجه، ماليش الدعوه دي. والنبي يا رب يا رب والنبي. لا يا رب والنبي بلاش دي. يا لهوي اطلع يا عم.
استر يا رب. حاضر حاضر. ايوه ايوه استرها يا رب استرها يا رب استرها يا رب استرها يا رب. انت كويس؟ اه الحمد لله. حرام عليك، موتني من القلق عليك. كلمتك مليون مره ما ردتش عليا. ما انا اصل انا ببقى نايم عامل الموبايل سايلنت. سايلنت؟ يعني وبعد كده انك ما تعملش موبايل سايلنت عشان اعرف اطمن عليك. ماشي؟ ماشي روح. اخي روح ايه؟ مين دي اللي جايه في وقت زي ده يا ابني؟ دي زميلتي يا بابا. زميلتك ايه؟ مكسوف تقول امي ان انا حبيبتك؟ ايوه يا عم انا وابنك وبنموت في بعض وعايزه انتهز الفرصه دي واطلب ايد سلامه. بجد مش ممكن جرأتك، انت كسفتيني جدا قدام عيلتي. حبي ليك بقى كسف يا سلامه. حب ايه؟ مش قصدي والله، انا اقصد يعني انك بفعلتك دي اكدتي لي قوي انك بتحبيني وبتعشقيني. مش انت بتعشقيني برضو؟ بموت فيك مش عارفه ازاي. طب معلش شدت ايدينا دي قرصت على الكلى عندي، ممكن ادخل حمام؟ هتخلي بالك من نفسك في الحمام. اه تمام. هو انا فيا ايه يعني؟ ايه وحشني وهو داخل الحمام؟ سلامه سلامه. والمصحف هزعل منك لو ما خلصتش كل السندوتشات. يا حبيبتي ما احنا لسه واكلين في المطعم كده، هتبوظ لي الدايت يا روحي. ما هو انت طول الوقت بتفكر، والتفكير ده محتاج طاقه، والطاقه محتاجه مط. ما هو المام محتاج هضم. سيبيني ارتاح شويه يا حياتي، ربنا ما يحرمني منك. ولا منك. هنيدي تعالي يا حبيبتي، عايزاكي ثانيه. لا ثانيه واحده هاكل واجيلك. لا معلش ثانيه واحده معلش. روحي انا واثق فيكي. تعالي يا حبيبتي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت مش بطلت تحكي على الواد؟ بس المصلحه المره دي شكلها جامده. ها مصلحه؟ هو الحب بقى مصلحة؟ حب ايه يا بنت انت هتصيع عليا؟ والله العظيم بقيت بحبه قوي يا شيماء، مش عارفة في ايه؟ أنا حاسة كده إن في مغناطيس بيشدني ليه؟ أبوس إيدك يا شيماء ساعديني، أبوس إيدك، شايفاك يا قلبي، خلص كل السندوتشات. شفتي اللي أنا فيه؟ شفتي اللي أنا فيه يا شيماء؟ طبعًا يا جماعة كلكم مستغربين علاقتنا اللي بقت على الملأ دي. أنا حابب أقول لكم إن أنا وهنادي اتخطبنا. أوووه شايفة الفرحة في عيون الناس يا حبيبتي؟ الكلام اللي بيقوله ده صح؟ أنا اللي خطبته بلساني اللي عايز قطعه ده. بحبك يا مجنون. ولسه كلام هيتقال بينا وهيتعاد، ولسه سهر ولسه قعاد لحد الفجر بنحكي، ولسه في يوم جميل في العمر لسه ما جاش، ولسه معقولة الجنة اللي أنا عايش معاكي فيها يا قلبي؟ أنا مش مصدقة نفسي. عارف أنا نفسي في إيه يا روحي؟ نفسك في إيه يا حبيبتي؟ نفسي أخلف منك ولد ويكون شبهك كده. بس كده؟ أنتِ تأمري. ياه ربنا يخليك ليا، تعيش وتجيب لي. عمري ما أحرمك من حاجة أبداً يا حبيبتي، ما نفسكيش في بنت تبقى شبهك؟ لا لا مش دلوقتي، سنتين كده لحد ما نربي الولد. أنتِ تأمري يا روحي. ياه أحلى عينتي ولا إيه؟ حبيبتي اصحى يا بابا بتطلعي اصوات. وبعدين بقى ايه مالك؟ اتنيلت حلمت بيك تاني. يعني حلمك اتحقق اهو. نادي حالا يا مستر بسام. انا اذنك يا حياه القلب. خلي بالك من نفسك يا روحي، قولي الاذكار في الطريق. لا اله الا الله محمد رسول الله. حافظه دعاء السفر؟ حافظه. عارفة يا هنادي، رغم انك بتقشطيني اول باول بالعمولة بتاعتك اللي قد كده وقلت خلاص اخر شغلانة هعملها معاكي، انما لا، بعد ما اخدت وديت مع نفسي كده قلت يا واد يا مستر بسام ما انت برضو محتاجها. فبقول لك ايه، الناس اللي احنا هنجتمع معاهم كمان شوية دول ناس مهمة جدا، فانا عايزك بقى تعملي الشغل بتاعك ها والحرفانة بتاعتك دي كلها معاهم. بس بقى بس بقى. ايه بس دي بتقولي ايه؟ لا مش ليك انت، ده الزفت سلامه. كل ما اغمض عيني اشوفه. ابقى طمني عليك لما تروحي روح قلبي. يا هنادي يا هنادي ركزي معايا وسيبك من تليفونات دلوقتي. ركزي معاك اهو، انا بس عايزك تعرف ان انا بتاعتك ورهن اشارتك. ايوه 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 اعمل لي الشغل بتاعك بقى والحلق حوش بتاعك، ابلفيني وشغلي دماغك عليا. انا ده انا ماليش في تشغيل الدماغ ده خالص. يعني والله يا رفعت بيه والبهوات برضو شاركوني،
المواصفات اللي حضرتك طالبها في المول التجاري كلها هتلاقوها في المول التجاري بتاعنا ان شاء الله. ما تتكلمي يا هنادي، قولي حاجه. اقول ايه؟ مش عارفه اقول حاجه. تقولي ايه في ايه؟ مش في طلبات اتكلمنا فيها وحاجات كده؟ اكدب عليك، انا مش فاهمه اي حاجه خالص. نعم والله. بس يا بسام، بطريقه الدفع اللي حضرتك طالبها دي ما حدش بيعملها. فكره ان اول سنه تاخد تقريبا نص الفلوس قبل الاستلام، ولا ايه يا انسه هنادي؟ اه هو فعلا ما حدش بيعمل كده خالص. اهو شهد شاهد من اهلها. ايه اللي انت بتتنقلي تعمليه ده؟ مش عارفه انا بعمل كده ليه. طب ايه دي كده؟ ايه دي فاسفه؟ طب خدي خدي اشربي القهوه بتاعتي، بس خلي بالك دي ساده. ماشي وماله، مفيش مشكله. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ساده. اما ايه يا ساده بتشربيها ليه؟ معرفش. طب خلاص، مع حصل خير، حصل خير. خدي نشفيه زي ما غرقتيه. خلاص هنشفك دلوقتي. خلاص ايه ده كده؟ هي بالميه. ارحميني هي الميه كلها هتودي كوكا معاك. ارحميني هلزق اكتر كده. دي سيفن، ما انت اللي نحس. عامل لك ايه؟ احنا اسفين جدا جدا يا رفعت بيه، معلش. ده اللي القهوه خير والسيفن اخير. ايه يا نادي مالك؟ ابص ايدك، خليني اروح. ما ينفعش. خلاص ما حصلش حاجه، نرجع لكلامنا. قلت ايه يا مستر بسام؟ الله يا مستر رفعت، انا قلت اللي عندي، يعني 50%، اكتر من كده صعب، يعني صعب. انا كلمتي مش هتتغير، مش اكتر من 20% قبل الاستلام. لا نو 20%، لا صعب جدا جدا. خلاص وانا كمان صعب، انا مش قادر اعمل اكتر من كده. هنادي بقول لك ايه، انت الوحيده دلوقتي اللي ينفع تخلصي البيعه. ها، أنا عايزك تدخلي عليهم بحركة الأفعى، تظبطيهم وتجيبيهم الأرض، اتفقنا؟ ماشي. أنا هسيبك معاهم وأستأذن وأمشي. ماشي. طيب بعد إذنك رفعت بيه، بعد إذن البهوات، أنا مضطر أعمل تليفون ضروري جدا. معاكم هنادي. والله بص بقى يا مدحت بيه. رفعت. آه. هو إحنا كنا بنقول إيه؟ النسبة. آه، النسبة ما بتكونش أكتر من 5%. إيه رأيك نخليها بقى 15%؟ ايه الجنان ده؟ طبعا موافق. مستعده نمضي دلوقتي؟ نمضي دلوقتي واحنا هنخاف؟ خليه يخش ويتفاجئ ان احنا مضينا العقود. يلا بينا. مبروك علينا الاول. يلا بينا. امضي يا غبيه. طب مستر بسام، خلاص بقى، ما انت طردتني وهزقتني قدام الشركه كلها. انت تسكتي خالص يا غبيه. طب انا هقول لك بس يا مستر ايه يا لؤي؟ الله يخرب بيتك. قعدت تقولي لي انا هنادي عبد الظاهر، انا هنادي عبد الظاهر، واعمل اللي انا بقول لك عليه. هدين عملت واتنيلت اهو. الديل دخل للراجل ورفضه يا هانم. ليك عليا لو الديل ده ما تمش، لا انام على شريط القطر لحد ما يعدي عليا يفرم امي. قول والمخ. اه يا نيام. اه هو انا رجلي ما بتقفش ليه؟ ها، يا نهار اسود، يا نهار اسود عليا. كان نفسي اسلم عليكم بس مش هلحق. لا 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 لا، يا نهار اسود، يا نهار اسود. لا لا، والنبي لا، يخرب بيوتكم. لا يما، لا يما، والنبي يما، وحشني. شاهل بسرعه. كابتن هو انتوا بتساووا شيط القطر ولا بتعملوا ايه؟ خليكي في حالك وانتحري وانت ساكت. انجز، بتسرقوا ولا بتسرقوش يوم؟ اوه، اه يا ست بنسرقه، ليكي فيه؟ طب سايق عليك النبي بسرعه وشاهل ايدك عشان ما فيش وقت. يا رب، انا مش عارفه ايه اللي بيجرى لي ده. يا رب يا رب، هو انا في حلم ولا في حلم؟ تقومي يا بنت انت من هنا، شوفي لك حته تانيه انتحري فيها قدام ولا ورا، عشان المفصله اللي هفكها تحتيك. تحتيه؟ يا لهوي عليا وعلى سنين السودا، يا نحس اللي جابوك يا هنادي. ما تخلصي يا بنت وقومي، عايزين نروح. هو انا لو عارفه اقوم هتنيل اقوم؟ مش عارف. هتقومي يا بنت ولا اجي اقومك بالعافيه؟ ايوه انا عايزه العافيه دي. وريني الدكر اللي جواك يا دكر. وريني يا تعال. ايوه شيل يا اسطى، شيل يا اسطى. اعمل لي فيها سبع الرجاله، انتوا حراميه، انتوا يا شويه رمى يا جرابيع. شيل يا اسطى، سيبك منها يا اسطى، سيبك منها. يخرب سيبوني، يخرب، هتموت يالا. وحياة أمك، وحياة أمك. هتموت، وحياة أمك، هتموت، وحياة أمك. يا لهوي، اللعنة سكت ولا إيه؟ الحمد لله، أحمدك يا رب، اللعنة راحت. آه آه، يا لهوي. بقول لك إيه، الراجل راجع عن نفسه وقبل الديل. ما راحتش اللعنة يابا. Oh!
اللي بيحصل لي ده يا رب؟ ياخد باكم اوعى انا يا لا سيبني اهو انت يا اخرب بيتك انت هتتكسر ياه يا رجلي ياه اوعى اوعى بقى بنت زيك انت تضربني انا على قفايا وتضيعني اراضي مطروح بعد ما تقنعني ان المتر هينزل ل 300 وفجاه كده اهوت ينط ل 900 وعزة جلال الله ما هسيبك في حالك يا بنت الرفضه. بصي بقى انت تتشهدي على روحك لان انا هاخد روحك. هنادي جت. هنادي الحمد لله برضه. يا هنادي يا بنتي تقلقين عليكي. ما كان عندي حوارات في الشغل هي اللي اخرتني. هو انتوا اللي مصحيكوا لحد دلوقتي يا حبيبتي؟ طيب كنت كلمتينا في التليفون؟ ما انا قلت بلاش الشغل اللي ما بيجيش من وراها الا الهم ده. معلش يا عبده ما تزعلش نفسك، ادينا اطمنا عليها. وبمناسبه بقى ان احنا اطمنا على بنتنا حبيبتنا هروح اعمل لكم اكل، اصل عبده على لحم بطنه من المغرب. لو النبي تعالي نطلب اكل من بره، ده صبري بتاع الفطير لسه فاتح وانا اللي عازمه. ايه تعالي تعالي. انا انت بتقولي ايه؟ انا سمعت غلط ولا انت قصدك ابوك هو اللي عزمني؟ والمصحف ما حد عازم غيري. ليه اللي جابرني على الشغلانه السودا دي ان انا بصرف على عيلتي؟ اعمل ايه؟ قدري كده. شوفوا بقى هتطلبوا ايه ولا اقول لكم؟ استنوا انا اللي هطلب. ثانيه واحده. الو الاوردر على نفس الزفت. ايوه انا عاوزه 4 فطيره بالجمبري كبير و4 جبنه كبير. لا كله كومبو لارج كله. و4 بالعسل عشان نحلل. و4 بالتونة كبير. عايز بيبسي. قلت كومبو. طيب تمام بس كده مع السلامة. بس ده كتير قوي يا بنتي. مفيش حاجة تغلى عليكم. قول لي يا حاج. ايه نعم؟ ده دفعت الإيجار؟ لا قلت المقبض يعني. طب من هنا ورايح فلوس الإيجار أنا اللي هدفعها، وأي طلبات ليكوا أنا المتكفلة بيها. لو اتعوضكم على كل السنين اللي فاتت يا حن ام يا اعظم اب يا اجمل اخت. صابرين. لا بلاش دي والنبي بلاش دي. صابرين. ايه يا حبيبتي؟ فلوس الكتاب معايا جوه، هروح اجيبها واجيب لك حالا. ادي فلوس الكتاب والماشي مراقب من نفسك. خد يا حاجه حجيجه فلوس الايجار اهي كلها. خد اوعى. خد يا امه مش كنت عايز تطلعي عمره؟ وحج كمان. وحج. خد ان شاء الله ما حد حوش. خدوا خدوا بيستو ولعوا الدنيا ولعوا الدنيا. فلوس بيستو. خدوا فلوسي فلوسي اهي كلها. عيش وعيش شحتين. خدوا شحتين. خدوا الفلوس كلها. فلوسي. قد كده مش قادرة تصطبحي على صوت غير صوتي؟ لا ما نمتش من امبارح اصلا. ايه كنت بتفكري فيا؟ لا بحلم بيك احلام بشعة منيلة بستين نيلة. اقولك على حاجة؟ يا رب اموت واخلص. لا بعد الشر. اي نعم الموت راحة بس الكلام ده كان قبلك، انما بعدك انا متبت في الدنيا. ومتبت ليه ما تموت؟ ولا اقولك بلاش بلاش لحسن تلاقيني بعملها وراك والنبي. ياه ايه العشق ده كله ده؟ يا ترى بتحبيني كده من امتى؟ من يومين. يخرب بيتي بجد؟ وحياة امك من يومين. امتى بقى يجي وقت الشغل؟ ده انا هموت واشوفك مش قادرة. يا حبيبتي يا ما نفسي اعبي من النجوم واديكي وانا بعد كده اخدها في قلبي واخبيها عن عيون الناس. قرف ده. ما تقوليش بتكلمها. ايوه يا حبيبتي بكلمها. طب اقفل السكه في وشها بسرعه خليها تلف حوالين نفسها كده وتدوخ عليك. ايه ده يعني ده هيجيب نتيجه؟ جرب. قلبي. يا ابن المقرحه. البنت دي واقعه قوي. مش انا قلت لك خليها كده تدوخ وتلف حوالين نفسها. يلا يا حبيبتي.
حبيبي بسرعه. يلا بينا، انا عامله لك فطار احلى فطار في الدنيا. يلا يا احلى جان، يلا بينا. انا محتاره قوي يا صابرين، اعمل ايه بالفلوس دي كلها مع الفلوس اللي معايا؟ تفتكري اجيب عربيه ولا احطهم في البنك واعيش من ريحهم؟ يوم صدقيني الفلوس قيمتها بتقل، انا شايفه ان انت تخشي معايا في مشروع العياده هتكسبي دهب. ولا ايه يا هنادي؟ سيبوا هنادي في حالها بدل ما موت نفسي واحصركوا عليا. في ايه مالك يا بنتي بقى؟ مالي؟ وانت بقى يا حجيجه هتعمل ايه بالفلوس؟ انا ان شاء الله بعد ما برجع من الحج نفسي نفسي اعمل حاجه اخش بيها الجنه، يعني هعمل دار ايتام. دار ايتام ايه؟ حرام عليكم يا بنتي، خلاص العمر عدى وما عادش فيه، أعمل بقى لآخرتي. بس أنت يعني مش حاسس يا بابا إن الفلوس مش هتكفي؟ تفتكر يا صابرين؟ اه تقريبا يا حاج. أقولك على حاجة، ما تعمل زاوية. لا كتير برضو، أعمل كولدير مية وحلو كده، والله حلو، أعمل كولدير. أبوس إيدك أبوس إيدك. بس أنا كان نفسي في دار الأيتام قوي. ليه بس كده يا ربي؟ الحل عندك يا رب. أنا عندي الحل. هو هو أنا شايلة. شايلة شايلة إيه؟ شايلة إيه؟ شايلة الجنيهات دهب، هروح اجيبها واجي لك حالا. أمل تكريم يا رب. جنيهات دهب كمان يا جماعة، أنا عمري ما كنت أتخيل إن هدي تتعامل معانا كده في يوم من الأيام. طبعا بنتي حبيبتي، أنا قلت لكم أنتوا ما صدقتونيش. ربنا يسعدها ويكرمها يا رب. خدوا هدي يا حبيبتي، تحبوا تاخدوا من لحمي الحي، تحبوا تاخدوا كليتي. بعد الشر بعد الشر يا حبيبتي. تعال تعال يا بابا. ليه؟ معلش يا حبيبي، وغلاوتك عندي لجوزك ست سته. ايوه ماما، بس ست سته دي هتبقى عجوزه جدا، ومش دي المشكله. المشكله ان انا بقالي 4 سنين بحبها، واول ما بقت في ايدي ضاعت مني. تصدقني يا ابني هتتعبك بعد الجوازه، تعرف ان كلامي صح. دي واحده قادره ما حدش عارف يلمها، بقى انت يا محترم هتعرف تلمها. ايوه يا بابا، بس دي مجنونه جدا، ما تعرفش ممكن تعمل ايه. تعمل ايه وانا موجود يا ابني؟ ده انا انا سندك، انا ظهرك. الكلام ده تقوله بعد ما اموت. ايوه ايوه اهو اتكلم يا سلامه حبيبتك. بقولك ايه يالا، انا مش جاي عشان اترجاك، انا عايزك تساعدني وتقف جنبي. هو يقدر يقول حاجه غير كده؟ ابوس ايدك ابوس ايدك يا سلام، ده انا بحبك والله العظيم. قوم يا سلام، عيب، ده انت في قصه حب بينك وبينها كبيره، عيب. قوم قوم فز، يلا يلا خش غير، عايزين ننزل. يلا لسه بقول له حاضر. طب ننزل كده ننزل كده. اخلص. اتفضلي يا هانم، بيتك في اي وقت يا فندم. عودي يا حبيبتي يا مرات ابني. تحبي يا حبيبتي اعمل لك حاجه كده تشربها تهدي اعصابك؟ حطي زلك جوه بقك. حصل. صوتك ما يطلعش وانا قاعد. حاضر يا اخوي. انجز. شفت بقى المصايب اللي انا فيها؟ بصي يا هنادي، انا ممكن اضحك عليك واقول لك ان انا فهمت، بس ده هيكون تحت تهديد الارهاب اللي انت عملته لي في البيت، انما انا والمصحف ما فاهم كلمه. لا ما هو انت لازم تصدق. مصدق مصدق مصدق. بجد مصدق؟ طبعا يا لهوي، انا مش قادر من التصديق يا جدعان. اللي بتقوليه بيحصل، ده شخصيتك قويه قوي. اه ده انت بتستظرف. لا لا والله ما بستظرف، سيبيني اروح من النبي. مفيش مروح غير لما تساعدني. حاضر اساعدك. سلام، انا كنت ماشيه حياتي كلها بالكذب. انت لو كنت جبت جهاز كشف الكذب كان كشف عليا، كان انفجر. ده غير ان انا خسرت كل حاجه، اهلي وشغلي وعيلتي وكل حياتي. حتى حبي ليك اللي هب عليا مره واحده ده كان نتيجه الكذب اللي انا كذبته، عشان قلت بحبك وبموت فيك فتحقق حقيقي. لا ما هو مش عشان تخليني اصدق، هتدخلي عشقك ليا في الموضوع. حبنا بعيد عن اي حاجه حبيبتي. بعيد عن اللي انت قلته، انا مش فاهمه اي حاجه. اصل بعيد عنك انا كدبت كدبه وقلت ان انا ماليش في تشغيل الدماغ ده، ومن ساعتها هنا في طبق كبده بالسلطه. انا مش عارفه اعمل اي حاجه عشان خاطري ساعدني. انا والله عايز اساعدك، بس اصلا كلامك مش منطقي. طب انا هثبت لك دلوقتي حالا. ازاي؟ مش احنا دلوقتي طلبنا عصير مانجا؟ اه. انا هخليه برتقال. نعم. هكدب كدبه دلوقتي. اسكت يا سلامه، مش انا طلبت عصير برتقال من شويه؟ لا بس انا سامعك بودني وانت بتقولي للراجل مانجا. برتقال يا فندم؟ اوعى تكون بتكذب. لا والله يا فندم. شفت بقى، انا ما بحورش عليك، انا عايزك تساعدني يا سلامه، بالذات من الراجل اللي واقف بيراقبني هناك ده. وده مين ده كمان؟ اوعى تكوني بتكذبي. هنعمل ايه؟ ايه اللي هنعمل ايه؟ انت معاكي راجل، انا ما تخافيش من حاجه، هيحصل لك اسوء من انك مرتبطه بيا. وفي يا روش؟ في ايه يا حماده؟ مالك يا بابا؟ هنقضيها عين سحريه ولا ايه؟ لا قلبك جامد قوي يا حبيبي. آه سلامه. هلا اركب اركب، انا حافظه اللقطه. يلا حبيبي يلا. ايوه ثانيه واحده.
تعالى تعالى اركب. طب احب اركب قدام، احب اركب قدام. جوز يا حبيبي. اه كويس يا حبيبي. يبقى كلنا نقف سطر واحد وننفس في نفس واحد عشان الكل يبقى مرضي. مرضي يا عم شناوي؟ مرضي. مرضي يا عم هنداوي؟ مرضي. انتوا تؤمروا بس سيبوني بس اعمر مسدسي ونتوكل على الله ونبدأ كلنا. واحد اثنين ثلاثة. ستوب. في ايه يا رجالة؟ من امتى بتعملوا حاجة من غير ما ترجعولي؟ طب ما احنا المرة اللي فاتت رجعنا لك ومشيتها، ولولا ان احنا كنا مراقبينهم كان زمانهم لما اخذ حبسوا الراجل بتاعك هي والواد اللي معاها. واد مين؟ الواد ده هاتوه. أنا الواد اللي معاه. مين اللي بيسأل يا باشا؟ صحيح الكلام ده حلوة؟ والله العظيم هو ما عملش أي حاجة. آه والله ما عملش أي حاجة. اقتلها هي. خلاص أنت وهو كده رجالة. الحق ظهر، حقكم كله عندي، وأي حاجة ترضيكم رقبتي سدادة. نتشاور. طب إيه هنعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ما أنا زي زيك. زي إيه بس؟ بقول لك ايه؟ ما تفقعيهم كدبه كده تنقذنا من الموقف ده. طب استنى هكتب ونعد من الاول. واحد اتنين. استنوا. طبعا انتوا عايزين تخلصوا مني عشان تدرمخوا على النصبايه اللي انتوا نصبتوها على الراجل الغلبان ده، مش كده؟ كنتوا انتوا اللي لعبتوا عليا لعبه عقارات المنشيه وضربتوني في ظهري. ايوه يا ولاد ال وحات امك. هنادي اللي جابك هنا. شش وطي صوتك. وانا دي جزاتي عشان امنتلك ودخلتك بيتي. عشان عبيط. وانا عشان عبيط تقومي تعملي كده؟ الحقوني. حتى لو جبت لي مين برضه محدش يقدر يمنعك عني. طب عشان خاطر اهدي اهدي. طيب اهدي خلاص خلاص. بص خلاص انا موافق وانا هستسلم. هستسلم اهو خلاص. ايوه انا احبك كده وانت شاطر وبتسمع الكلام. طب ثانيه واحده قبل ما استسلم. ممكن ثانيه ثانيتين ثلاثه؟ انا احب الحاجات المعقده. لو قربت مني هات النفس. انت مجنون. ارمي ارمي السكين ارميها. ابعدي عني. المهم حياتك مش مهم. انا مش هعمل حاجه خلاص. يلا ونعمل ايه ده؟ بوليس الاداب هاتوها. استنى يا باشا يا مين؟ هو الواد الرمه ده هو اللي عمل كل حاجه. انا ما قلتش حاجه يا جماعه. يا رمه يا رمه. بصي بقى لو عملت كده في الحقيقه انا مش عايزه انام. انا عايزه افوق. جيبوا لي قهوه. عايزه قهوه. يا لهوي. أنا بس عايز أسأل سؤال واحد بس. هي كدبة اتحققت فأنتوا بقيتوا مخبين عليا سر طول السنين اللي فاتت دي، ولا في سر بجد ولا إيه؟ أنا بتعذب. رد عليا. رد يا أمي. أرجوك أرجوك أعذريني. أصل اتعودت أقول لك يا أمي. تسمحي لي أفضل أقولها لك؟ رد عليا. مش قادرة. رد يا طنط. مش قادرة. ردي. مش قادرة. انت مين؟ رد يا طنط. رد رد. اعملي لي قهوة. سمعتي؟ حاضر حبيبتي حاضر. بس مفيش قهوة. ما عنديش بن. مفيش بن؟ طيب الحاج بيجيب فطار. انا ممكن اكلمه يجيب لك وهو طالع. ماشي. الموبايل بتاعي مش لاقيه من امبارح. مش هعرف اوصل. مش لاقيه الموبايل؟ سلامة امبارح وسط اللي بيحصل قال لي يا لهوي اللي جاب موبايل ماما تحت الترابيزه. انهي ترابيزه؟ دي اللي جنبك. شوفيها كده. دي اهو. طيب حاضر هكلمه خليه يجيب لك هو جاي بسرعه في الانجاز. حاضر. في 10 دقايق قدامك. حاضر حاضر. يا
بقول لك ايه، فكك بقى من الحوار الاهبل ده، احنا ورانا مصايب كتير. انت بعد اللي حصل امبارح ده كل اللي ما بيننا انتهى، اتفضلي امشي. حلو، همشي من هنا واكون خسرت كل حاجه، هطلع بقى على البوليس وابلغ عننا احنا الاثنين، ايه رايك؟ انت مريضه يا بت؟ مريضه؟ انت بتحبيني ولا عايزه تحبسيني؟ انت عايزه مني ايه؟ عايزك تساعدني في المصيبه اللي انا فيها دي. طب هقول لك، جربت تكدبي كدبه تصلح لك كل الكدب اللي انت كدبتيه قبل كده؟ قصدك ايه؟ قصدي مثلا انك تروحي تقولي لامي ان عيلتكم زي السمنه على العسل، فهوب ده يتحقق ويحصل يبقى حقيقي. وانت فاكرني يعني ما عملتش كده؟ ما انا رحت لابوك امبارح اتكلمت معاه في موضوع تشغيل الدماغ ده، قلت له انا مخي ده شغال عنب، لوز العنب، برضه حصل لسه غبيه، ما حصلش اي حاجه. اه فعلا مش عارفه اعمل ايه، شكل تحقيق الكدب ده لازم يكون في حاجه لسه ما باظتش. اتفضلي يا حبيبتي. ما تترزع بقى يا روح قلبي. معلش بس يا حبيبتي هسألك سؤال وجاوبيني. ها، هي اللي خرجت دي أمي ولا خالتي؟ يا عم انجز. جربتي تصدقي؟ أصدق؟ إيه أصدق دي؟ طب يعني جربي تدوقي من الطبق اللي قدامي ده كده وقولي لي إيه اللي فيه؟ لا مش للدرجة دي يعني. معلش بختبر بس حاجة كده. ماشي. جبنة بطماطم. ايه ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ هو في ايه؟ ده فول. انت للدرجه دي مش قادره تقولي الصدق؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا حاسه اللي دقته ده جبنه بطماطم. يا نهار اسود، هو اللي للدرجه دي مش عارفه اقول حاجه على حقيقتها؟ انا كدابه قوي. ايه ده؟ انا كدابه قوي مش عارفه اعمل ايه. ايه ده يا حبيبتي؟ تعبت يالا، فول عادي يعني، مالك؟ امال انا ليه شايفه جبنه بطماطم؟ بقول لك ايه، بطل بقى استظراف وعايزك تساعدني، عايزه ارجع اهلي وشغلي وحياتي، هتعمل ايه بقى يا سلامه؟ انا في حاجه في دماغي، لو ظبطت الحياه تبقى متظبطه وكله تمام التمام. الحقني بيها يلا. بص، انت هتقولي جمله انا عمري ما كدبت قبل كده وما بعرفش اقول غير الصدق، فهتبقي صادقه. صادقه؟ انت اتجننت يالا؟ هو في ايه؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان هبقى بني ادمه صادقه على طول ومش هعرف اكدب تاني وحياتي هتبوظ. يا بنتي ما اللي بوظ حياتك كده الكذب. انت ليه بتكره الصدق كده؟ انا حاسس ان انا قاعد مع مسلمه كذاب. طب اعمل ايه؟ فكري، جربي. تفتكر؟ نجرب بس. اجرب. بقولك ايه يا هنادي، عمرك كدبتي قبل كده؟ مش قادره انطقها. يلا مش قادره. انت اقوى. حاول. هموت. انت اقوى. انت اقوى. ماشي. عارف يا سلامه ايه؟ انا بني ادمه صادقه على طول. بقي ده ما بيطلعش منه كدبه ابدا. يا حلاوه. ايوه يا حبيبتي، ايه رايك بقى في الفول؟ يقرف. الله اكبر الله اكبر. انت فين يا هنادي كل ده؟ انا جايه عليك اهو. فين؟ اركب يا حبيبي. عربيه مين دي؟ انا مش قايلك ما تركبيش مع حد غريب. هو اركب لوحده يا باشا. اركب 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 يا كده بلغت. بلغت عننا يا هنادي يا بنت عبد الظاهر. جابوا نمره التاكسي من كاميرات المخزن والسواق بلغ عننا. يا انا ياما. يا انا ياما. كله مني كله مني. قلت لك نهرب نروح حته بعيده نشرب قهوه. قلت لي ما حدش هيشك فينا. منك لله يا شيخ. انا مش عارفه ايه اللي خلاهم يشكوا فينا. بس يعني انا كده خلاص مستقبلي ضاع بسبب واحده زيك؟ زي تكذبت ان انا حبيتك. يا رب بقى اخلص بقى. خلاص اقعد اقعد. كفايه مشاعر مقززه بقى. تفتكر هيعملوا فينا ايه دلوقتي؟ معرفش، بس اللي اعرفه ان احنا في التحقيقات نقول ان احنا ملناش دعوه باي حاجه. شفت ان ساعات الكذب بينجي يالا؟ ايوه صحيح. انت هتكذبي ازاي دلوقتي؟ اتصرف بقى يا حبيبي، انت سبب في اللطه اللي انا فيها السودا دي. طب بص، اول ما الظابط ما يسالك اعملي خرصه، اتفقنا؟ ما لو عملت خرصه يبقى كده بكذب يا جوافه. يا غبائك يا جوافه. تعالى انت وين؟ بالراحة يا جوافة. يلا بقى علشان ننجز. قتلتهم ليه وازاي؟ ما ترد يا أمورة. يا باشا لو سمحت حقق معانا. وانت بقى الراجل الشهم اللي مش عايزنا حقق معاه. لا والله مش شهامة، ده دهاء بس. انت تهزر يالا؟ قتلتهم ليه وايه مصلحتكم؟ باشا بص لي انا، دي اكيد منهارة ومحبطة، بنت بقى وكده. انت محبطة ومنهارة؟ قالت لك لا. ما قالتش لا، دي كانت بتقطع رقبتها. بص يا باشا احنا مالناش دعوة بحاجة. والمفروض ان انا اصدقك، صح؟ اصدقه يا باشا. يا باشا بص لي لما اكلمك. انت هتزعق يالا ولا ايه؟ لا ده انا بلفت انتباه حضرتك. طب اقعد على جنب. ها، ايه ردك بقى على التهمه الموجهه ليكم؟ هتعترضي وترفضي صح؟ احنا اللي قتلنا يا باشا. وحات امك. شفت؟ عشان كده مش عايزه تتكلم. هي شافت ان الاعتراف اسهل حاجه ليها. بعدين بقى اعترفتي ما اعترفتيش كده كده الكاميرات جايباكم. احب ابشركم بحاجه مهمه جدا، انتوا القضيه لابساكوا لابساكم. يلا يا ابني قفل وخدهم على النيابه. يعني كده خلاص خلصت؟ انا كنت حاسه ان هي هتبقى سودا يا بومه. انا برضو اللي بومه، ربنا يسامحك. اتفضل. محمود بيه بعد اذنك، احنا فرغنا الكاميرات اللي كانت عطلانه جوه، اتضح ان هم اللي قتلوا بعض.
ده اثبت بعد ما الطب الشرعي اكد ان الرصاص اللي خارج من السلاح اللي عليه بصماتهم. يعني العيال دي بريئه؟ بريئه. انتوا براءة؟ لا يا باشا، احنا اللي اكلين. يا انت ما تبصوا لها هي ليه؟ هاتلين مين يا بنتي؟ والمصحف احنا اللي اكلين. انا احكي. بص يا باشا، البت دي تعبانه نفسيه. تعبانه نفسيه؟ لا انا مش تعبانه نفسيه. اهو انت ليه لازم تتاكد منها؟ خد كلامي ثقه. وبعدين يا باشا، لو فرختوا الكاميرات هتلاقوا ان احنا الاثنين كنا مربوطين. ليه؟ لان احنا كنا مخطوفين اصلا، لان البنت دي عملت حوار في الشركه عند بص الحوار ده صدق. احكيه انت. انا بعت لهم ارض ومع كده سعرها غلي، فهو بقى افتكر ان انا مشاركه الثاني، مع ان انا اصلا ما كنتش بنصب عليه، انا كنت بنصب على الثاني. اصلا شغاله مع شركه حراميه اسمها بسام جروب، مع راجل اسمه بسام حرامي برضه، وشغلنا كله شمال في شمال. ما تنطع يالا. شمال ويمين، ايه علاقه ده بالموضوع؟ صح، هو ده علاقته بالمغسل؟ انا هقول لك، اصلا اي كدبه بقولها بتتحقق، والواد ده قال لي في اعيهم كدبه تجيب اجلهم، فقعتهم الكدبه جبت اجلهم، مش كده؟ بقول لك انت توهتيني، انت فاهم حاجه؟ لا في دي بقى بص لها هي. والمصحف يا باشا احنا اللي قتلنا. بقول لك ايه، انا زهقت منكم، اطلعوا بره. خدوهم. انا مش هينفع تاخدونا بره. بقول لك يا باشا اللي قاتلين. خدوهم. قاتلين يا باشا. اطلعي بره. والمصحف قاتلين يا باشا. لا لا والنبي قاتلين يا باشا. انا حاسه ان انا كنت عايشه طول السنين اللي فاتت دي مع واحده ما اعرفهاش. صدقيني يا انسه، معلش اسمك ايه بس عشان بيتوه مني؟ صابرين. صابرين. صدقيني يا انسه صابرين، ان مش انسه برضو؟ انسه. هايل هايل هايل. صدقيني يا انسه صابرين ان هنادي اختك. صحيح، هي اختك الكبيره ولا الصغيره؟ الكبيره. عظيم. كفايه بقى وخش في الموضوع على طول، وما تنساش في النص تقول لها ان انت وهنادي مرتبطين. ايه؟ انا لمحت سن اتخض في عينيكي، افهم من كده ايه؟ لا ما تفهمش حاجه ابدا، هو بس انه ازاي تعمل حاجه زي دي من غير ما تبلغنا؟ استريحت؟ لم نفسك بقى. وبالنسبه لك انت يا صابرين، لازم تفهمي ان اختك في ضغوطات جامده جدا الايام دي، واحنا لازم نسامحها على هي عملته ونقف جنبها كمان. نسامح مين ونقف جنب مين؟ انت اتجننتي؟ دي ضيعت مني البني ادم الوحيد اللي انا حبيته، انا لازم انتقم منها، ولو انتوا هتسكتوا والمصحف ما انا ساكت. لا بقول لك ايه، اهدي كده. لا يا جماعه، دي اختي برضو، واللي قرب لها هاتله. ده ايه الشهامه دي؟ ايه التوحش ده؟ وكمان اصيله. عم بقى ابوس ايدك، ابعد عني. يا جماعه افهموا بس، والله العظيم هي حالتها صعبه قوي الايام دي، وما اعرفش اللي فيها ده من ايه. يعني يمكن عقاب من ربنا، حاجه في دماغها مش عارف. تصدقوا فعلا ممكن يكون عقاب على حاجه هي عملتها. قصدك موضوع سالي؟ او يمكن موضوع تاني ما نعرفوش. لا بقول لكم ايه، بطلوا تقعدوا تلقفوني لبعض كده، انا مش صغيره، ما تعملوش حوارات عليا. والله العظيم لا بعمل عليك حوارات ولا حاجه، افهمي بس ركزي معايا عشان الموضوع غريب وانا هفهمك. في حد جوه؟ ايوه. طب بسرعه بقى يا استاذه لحسن، الجست متضايق. طب هو انت ممكن تسيبيني هنا وتطلعي تقولي لهم الحمام بايظ؟ ازاي حضرتك، بقول لك ايه، انا الشيفت بتاعي خلص وعايزه امشي. طب ممكن تاخديني معاكي؟ اخدك معايا فين؟ البيت. مش انت قلت انك مروحه؟ اصلا ما عنديش مكان ابات فيه. لا حول ولا قوه الا بالله، رغم اني اتاثرت، بس انت اخر واحده ممكن نساعدها. مش ممكن ننسى الذل اللي كنت بتذليني فيه كل ما تيجي تديني جنيه. كنت امسك لك المناديل وامسح لك المكان عشان تخشي، وانت منتهى قله الادب. ده غير تهزيئك ليا لما كنت بلمح بحاجه، كنت تقولي لي ده شغلك، فاكره؟ هو انا كنت وحشه قوي كده؟ حقك عليا. والنبي ما تزعلي مني. معلش يا بنتي، معلش يا حبيبتي، سامحيني سامحيني، بس صعبه قوي. هوديكي فين؟ في البيت قرطه العيال فوق بعضهم، غير ابوهم وامي وحماتي واختي وعيالها. الله، ترابط اسري. انا مش عارفه اعمل ايه، اكيد ده عقاب ربنا على اللي عملته في الناس. يا بنتي وانت عملتي ايه بس؟ عملتي الناس وحش؟ مش مهم، ما في ناس بتفتري كتير، بتفتري وتظلم. انت بتقولي ايه بس يا بنت؟ من ايام ما ظلمت وافتريت. مش مهم يا بنتي، الحاجات دي بتعدي، لكن الصعب قوي انك تاكلي مال حد، هو ده بقى اللي ما فيهوش رجوع. ياه، ده انا ياما اكلت لحد ما جالي انتفاخ. برضه بيعدي، بس المصايب والكبائر بقى هي اللي ربنا ما بيغفرش ليها ابدا. اللي هي ايه؟ الاكل. يا لهوي، 19 واحد وحياتك. معلش، عن اذنك بقى عشان اشوف شغلي. طب انا طلعت ايه في الاخر، كويسه ولا وحشه؟ معلش يا بنتي، ربنا بيسامح وقادر ان يغفر لك ذنبك، انت بس قولي يا رب. اقعد هنا والنبي شويه. والنبي حاول ولا قوه الا بالله، وجعتي قلبي.
يا جدعان انا دورت على هنادي في الكافيه ما لقيتهاش. طب هنعمل ايه؟ تعالوا ندور عليه في اي حته تانيه. يلا يلا. لا معلش مش هينفع تركبي قدام. ليه؟ هي صاحبتها يعني هي الكبيرة. بص احنا تذاكرنا ورا، تذاكرنا ورا. تعال انت بقى بتخرجي فين؟ زهقت منك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده انت حالتك تصعب على الكافر. وأنا اللي كنت بقول عليك جحدة ورمة. وأنا كنت رمة بس دلوقتي مش رمة. لكن برضك مش هينفع تقعدي عندي. بقول لك ايه، ما تطلعي لأهلك يمكن يكون ربنا هداهم. مش هقدر اشوفهم كده وهم عاملين كده بسببي. خلاص خليكي وانا هروح اعمل لك شاي لحد ما اشوف لك صرفه في موضوعك ده. وممكن سندوتش مع الشاي. سندوتش؟ حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله. اهي يا جماعه اخيرا. انا اسفه. انت فين؟ انا اسفه. خلاص بقى يا هنادي خلاص والنبي. لا مش خلاص، انا عارفه ان انتوا زعلانين مني بس انا والله العظيم بحبكم قوي. يا ستي مش زعلانين صدقي بقى. مش زعلانين صدق، لقى ناس صابرين بقى بجد يا قلبي. قلبي ايه بقى وزفت بابا العرب بلا بتاع. خلينا نشوف هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده. انا مش عارفه اقول لكم ايه على كرم اخلاقكم بصراحه، وبالذات انت يا انسة سالي بعد اللي عملته فيك. ايه الهبل ده؟ وانت مين قال لك اصلا اني سامحتك؟ الحكايه وما فيها ان انا عرفت اللي حصل لك، والصراحه شمت فيكي بما فيه الكفايه. بعد كده يعني قلت لا عادي يا بنت هوديهم وروحي معاهم، اهو يمكن نلاقي حل يعني نرجع بيه كريم ليا مش اكتر. خلاص انا ممكن يعني اروح له واعترف له بغلطي وكل حاجه تبقى 100 100. برضه مش هيصدقك لان شيماء راحت له ما صدقهاش. كل ده هيبقى محاولات لتضليل الحقيقه مش اكتر. ايه رايك في تضليل دي يا انسه صابرين؟ يا اخي ده وقته. المهم دلوقتي احنا لازم نلاقي حل ذكي وسريع والنبي قبل ما يعرف واحده تانيه. لا ما تبصليش هنا كبده بالسلطه. ما انا طالب معاكي بنفس الاوردر الكبده بالسلطه برضه. هنعمل ايه يا استاذه صابرين؟ والنبي يسيبوا الأنسة صابرين في حالها عشان أنا خلاص يعني أنا في مصيبة وممكن أروح في داهية. الخير كفى الله الشر. بتهمني بسرقة أدوية عندي في المستشفى وأنا والله العظيم بريئة وما عملتش أي حاجة، ولازم يعني أشوف حل قبل ما يحولوني على النيابة. الله، هو أنت دكتورة؟ أيوة. وسرقت كل الأدوية دي ليه؟ أنت عيانة قوي كده؟ بس يا حبيبي وما قلتيش الكلام ده من الأول ليه؟ لا ما هي نادي عارفة، وبعدين يعني بصراحة أنا قلت نخلص موضوع أختي الأول. يا نهار أخلاق، بجد مش قادر اتاقلم مع الموقف. مالك بختي يا ما تظبط كده. مفيش، ما انا بشوف حل للانسه صابرين. وبالنسبه لموضوعي وموضوعك هشوف لك فيه حل، انا النهارده هحل كل المشاكل. خلاص ما تزعليش يا صابرين، انت لو جرى لك حاجه انا ممكن اروح فيها. وبعدين يعني انا وحشني قوي بابا وماما وانتي، ونرجع في حضن بعض تاني. وانا والله العظيم قوي قوي. وانا والله قوي قوي. ايه ايه يا جماعه، انا نفسي ارجع معاكم يعني ونلاقي حل للمشكله دي. طب هنعمل ايه؟ بصي انا جات لي فكره، انت من امتى وانت بيحصل لك الموضوع ده؟ بقى لها كده اسبوع مثلا. يعني من يوم عيد ميلاد سالي. صدقت تاني يوم على طول. طب مش يمكن هو ده الموضوع اللي لو اتحل كل الحاجات دي هتتحل؟ ايوه انا تفكيري كان صح من الاول، الاتنين مرتبطين ببعض، لو حلينا ده يتحل. طب هنبتدي ازاي؟ ما اعرفش ومش مشكلتي خالص، بس محدش فيكم هيروح بيته الا لما الموضوع ده يتحل. هنادي مستعدة؟ لا. هو ده، يلا بينا. أنا آسفة، إيه ده؟ كريم؟ هنادي إزاي؟ إيه؟ بتعملي إيه هنا؟ جايالك. يو بقى؟ جايالي إزاي يعني؟ ها؟ طب انت هتفضلي كده كتير؟ طيب خلاص تمام، فرصة سعيدة على العموم. هو انا ممكن اقعد معاك شوية؟ انتي قعدتي. طب بقول لك ايه؟ انا جعانة قوي، اطلب لي غدا. ها يا سالي، مركزة؟ يلا عشان تتحبك صح، مش عايزين نتقفش. حاضر حاضر، بس تفتكروا اللي بنعمله ده هيجيب نتيجة؟ هيجيب هيجيب ان شاء الله، ركزي انتي بس. يا ما تقلقيش، انتي ان شاء الله هتحلي مشكلتك. يا رب ان شاء الله. وانتي ان شاء الله هتحلي مشكلتك. ان شاء الله. بقول لك ايه، مستعدة؟ لا. هو ده، يلا بينا يلا كده، فاضل واحدة ونبقى احنا الاتنين لوحدنا. يعني انتي ما كفاكيش انك دمرتي لي حياتي، لا كمان عايزة تاخديه مني؟ ايه ده سالي؟ بتعملي ايه هنا؟ وانت ايه اللي مقعدك معايا؟ وانت مالك؟ بعدين احنا ما بيننا ما بقاش في حاجة خلاص. يا كريم انا بحبك والله ومظلومة. كفاية كدب بقى،
بعدين انت عرفتي منين ان انا هنا اصلا؟ لا ما احنا متفقين. يعني ايه؟ لا لا انا كنت براقبك عشان انت كنت وحشني وبعدين لقيتها داخله عليك فظبطتكم. ظبطتينا. ماشي، عايزه مني ايه بقى دلوقتي؟ عايزاك تفهم ان هي السبب في كل ده. عملتي فيا ليه كده؟ انطقي شعري انطقي. بس انت عملتي فيا ليه كده؟ اوعي مالكيش دعوه، انت مالكيش دعوه، امسك كملي. انطقي عشان بغير منك. ايوه انا بغير منها. وبعدين ما كنتش عايزه علاقتكم تكمل، عارف ليه؟ عشان انا بحبك وبموت فيك. هو اي نعم دلوقتي انا بحب سلامه بالعافيه، بس انت كنت جوه قلبي وكنتش عايزك تروح مني. انت بتقولي ايه؟ هي دي الحقيقه. عرفت بقى ان انا مظلومه وان هي السبب في كل ده؟ هو ايه اللي جاب سلامه وشيماء هنا؟ لا ما هما معانا. معاكوا فين؟ لا بص انا هفهمك. اسكت انت، ردي عليا. هنادي بيعملوا ايه هنا؟ شاطره هقول. معاكوا فين؟ معانا في التمثيليه بنعملها عليك عشان ترجع لها. لا لا بس والله كل اللي قلته ده حقيقه، يعني انا ما كدبتش في ولا كلمه والله. يا كريم استنى بس يا كريم. والمصحف ما كانش قصدي. حرام عليكي حرام عليكي. تعالي هنا. سيبيني بقى. عايزين بقى هسيبك. تعالي هنا. عملتي فيا ليه كده؟ عملتي فيا ليه كده؟ انت مش عارفه اقول حاجه غير الحقيقه. اعمل ايه؟ انت السبب الله يخرب بيتك. وانت فاكراني بقى هصدق الهبل ده؟ انا فاهماكي كويس قوي. انت في لحظه حسيت ان الدنيا ممكن ترجع زي الاول مع كريم واعترفتي له بحبك. وقلتي بقى يلا نبوظ الموضوع. والله زلت لسان بسبب الصدق اللي بقى بيتوغل جوايا ده. انا عايزه افوق. انا سيد بقى خلصوني منه. تليه دي بقى والله العظيم كل ده بسبب اللي هي بقت فيه. وانا مال انا بكل ده؟ انا كريم كده خلاص ضاع مني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انت دمرتي لي حياتي. انا لا يمكن اسامحك ابدا. مش هسامحك يا هنادي. انا عايزه بابا وماما. عايزه بابا وماما يا صابرين. هي تايهه ولا ايه؟ طب بابا ساكن فين؟ بس خلاص 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 معلش معلش. انا واختك صابرين هنخش للدكتور ابن المزينة ده في مكتبه، وانت وصاحبتك هتقفوا قدام الباب ممنوع اي حد يخش لحد ما اخلص معاه واخد منه المفيد، عشان شكلي كده هطلع عليه القديم مني. وانت القديم منك ده حاجه كان 1600 وكام؟ هو المكتب فين؟ اهو اهو يا بابا المكتب ده. بجد باباكو ده جامد قوي، ربنا يخليه لكم. يا رب يا شهوه يا رب. كنت عايز اعرف ايه القديم مني. ايوه ايه القديم منك؟ اهو ده طلع جديد جدا. انتوا مين وعايزين ايه؟ في ايه بس يا جماعه؟ هو ده القديم مني. طب ممكن واحده قديم معلش عشان الفيديو؟ يعني ايه؟ يعني ايه بس انت فاهمني؟ ايه انتوا رايح فين؟ ايه اللي رايح فين؟ دخلوا الدكتور جوه. وبعدين انتوا اصلا ايه اللي بتعملوه هنا؟ اصل ابويا جوه بيضرب الدكتور. بيضرب الدكتور؟ طب بس ساعه كده ثانيه واحده يبقى انا فيها. طب اهدى شويه، اهدى. انا افهمك كل حاجه. يا نهار اسود. اسمع اسمع اسمع، ده الراجل مات. مش مهم مش مهم. حاضر حاضر هقول 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 حاضر. انا والدكتوره ناهد بقالنا يعني أكتر من 3 سنين بنعمل الحكاية دي، بس على خفيف على خفيف والله. بس المرة دي كانت الكمية كبيرة، فقلنا يعني هي فرصة نلبسها للدكتورة صابرين. والله هو ده كل اللي حصل، هي دي الحقيقة. بس خلاص اقفل الفيديو لحد كده. معلش يا عمي واحدة أخيرة بس، إحنا بنتعلم من حضرتك. ليه تاني ليه؟ ركز معايا. أهي ليه بس؟ ليه بس؟ بقول لك ايه، ممكن تتوسطي لي عند ابوك يدربني بس؟ ده عليه هوك. انت مش متخيله يا هنادي بابا جوه كان عامل ازاي. انا استغربت. ما هو كان دايما يقول ان هو بطل بوكس، بس انا ما كنتش بسمع له خالص. ربنا ما يحرمني منك يا بابا على كل اللي انت بتعمله عشان. ولا منك يا حبيبتي، ده انا ضحيت حياتي علشانكم ولا اشوف فيكم حاجه وحشه ابدا. معلش يا جماعه هقطع فكره تبادل المشاعر اللطيفه دي، عشان في جثه على الارض ممكن نسبق احنا على الاسم ونوري لهم الفيديو. يلا بينا. ماشي يلا يلا. وانت بقولي لي عنوان الزفت اللي اسمه كريم ده علشان اشوفه. وري له القديم منه. احنا في مستشفى يا اخي. ده انتوا قاتلين واحد في المستشفى. الحمد لله ربنا ستر، كويس اللي جت لحد كده. يا نسا صابرين الف مبروك البراءه. عقبال الجواز بقى ان شاء الله. مش هتهمك بقى. البركه في بابا حبيبي. ده انت اللي حبيبتي وقلبي من جوه. بالمناسبة دي بقى أنا عازمكم على عشوة ملوك، إنما إيه؟ إن شاء الله معانا حد حوش. طب وأنا يا بابا؟ صح يا بابا، هنيتي كانت برضه يعني وقع في مشكلة وكانت عايزاك تساعدها. ليه؟ مش هي طول الوقت اللي بتعرف تتصرف وبتشغل دماغها بنفسها؟
خليها تتعامل المره دي كمان. كنت حماره، كنت حماره وستين حماره، ما تزودهاش عليا بقى والنبي. انت اللي زودتيها على نفسك من يوم ما مشيتي في السكه دي. وعايزك تفهمي حاجه، هي مش دايما، واديكي دقتي غدرها بلسانك. امشي فيها عدل واتقي ربنا وهي هتسلك معاكي حتى لو اتاخرت شويه. صدقيني يا بنتي انا راجل كبير وياما اتلسعت منها. ساعدني بس المره دي وانا اوعدك ان انا هتغير والله. لا، التغيير ده بتاعك انت، الضرر زي النفع بالظبط، كله هيرجع عليكي في الاخر. ماشي يا هنادي، انا هعمل محاوله بس لو ما جابتش نتيجه انا معرفش ايه اللي هتجيب. والمصحف لا تجيب نتيجه حبيب قلبي، ربك اللي بيسهلها، خلي عندي ثقه فيه. طب يلا روحوا انتوا دلوقتي، عايزك معايا يا سلامه. ما يقدرش يستغنى عني. ما يلا يالا، يلا بينا. هو ايه؟ مش كفايه التمثيليه اللي عملتها عليا الصبح؟ يا ابني لا فيلم ولا تمثيليه، الموضوع بمنتهى البساطه. والنبي يا حاج انا مش عايز اعرف حاجه، من فضلكم خدوا بعضكم وامشوا. هو بيطردنا ولا ايه؟ غالبا. يا ابني انا راجل كبير وزي والدك وجاي لك لحد عندك. يا حاج حضرتك على دماغي وعلى راسي، صلى على النبي كده، انا مش عايز اعرف حاجه، اتفضلوا خدوا بعضكم وامشوا. خلاص يا ابني الامر لله، هنعمل ايه؟ عن اذنك يا ابني. ايه ده؟ السلام عليكم. انت فجاه بقيت طيب كده ليه؟ ازاي؟ يلا بينا. يلا عشان عندنا محطة تانية. ولا فوق يلا فوق. ايه ايه انتوا جايبيني هنا ليه؟ ولا رغي كتير مش عايز، البنت بنت الكلب دي هي اللي فرقته عن بعض، الحقودة الرمة، والواد ده ما بعتش حاجة على الموبايل بتاعه خالص. ما تنطق يلا. والله ما حصل. بقول لك ايه، قول الحكاية من الأول كلها. والله ما أعرفش، كل اللي أعرفه إنها خدت الموبايل في الفترة اللي دخلت فيها الحمام وخرجت وبعتت الرسالة ومسحتها من عندي تاني. ما هو انت لو جمعت كده هتلاقيني انا اللي نبهتك على موضوع الرسالة ده، هكون عرفت منين يعني؟ ولو برضه حسوا اتفاق. لا لا اصل انا هقعد اتحايل عليك. صلي على النبي. بقول لك ايه، بغض النظر عن موضوع الخير ده، انا عايز بنتي تبقى كويسة وعليا النعمة، ان ما صالحت انت والبنت دي حالا ورجعتوا لبعض لاخطافك، انت ما تعرفنيش والمصحف. يلا صالحوا وخلي عقدة البنت تتفك. والله أنا مظلومة، أنا ما عملتش حاجة، افهم بقى، أنا محبك قوي يا كريم. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، ده مش نصيبك، أنت عملت الخير، بس أنا عايزك بقى توعديني اللي أنت كنت فيه ده ما ترجعلوش تاني خالص. حاضر أوعدك، أنا بحبك قوي يا بابا. تعالي إيه ده؟ تعالي إيه ده؟ تعالي عايزك. تعالي بصراحة كده أنا معجب بيكي وعايز أتجوزك. إيه الهبل ده؟ والله ما هبل، أنا بصراحة لما شفتك اليومين اللي فاتوا لقيت فيكي كل حاجة بحبها، الأدب والأخلاق والرجولة. أيوة بس أنا يعني أنا ما ينفعش. ما ينفعش إيه؟ ما عجبتكيش؟ أه لا يعني أنا ما أعرفكش. لا هتعرفيني، هتعرفيني وهتحبيني وهنحب بعض، يا شيخة ده أنا بحبني قوي. يعني هو مش أنت وهنادي؟ لا أنا وهنادي مش، وتعالي أثبت لك يا هنادي، اتفضلي قولي لها إن ما فيش أي حاجة ما بيننا. أنت بتقول إيه؟ إحنا بنحب بعض. أنا والله العظيم كنت أنا معجب بيكي وأنت بعد ما كدبتي بقيتي بتحبيني، إنما أنا في الحقيقة بحب دي. اللي انت بتقوله ده، انت لو بعدت عني انا ممكن يجرالي حاجه. والله ما هبعد عنك، ده انا هتجوز اختك يعني هنبقى جيران. اه يا خاين يا زباله. وانت لا، وانت واقفه على الكلام ده؟ يعني انت خلاص سامحتني ومش زعلان مني؟ يا حبيبتي انا اللي سامحك، انا عايزك انت اللي تسامحيني. ماشي سامحتك خلاص. يا اخي تكوني فاكراني ممكن ابص له، وانت متجوزها ولا ان شاء الله عنك ما اتجوزتها؟ انا مالي يا بنت، احنا في الشغل مسمينه جوافه، جوافه راح جوافه جه. بس اقول لك على حاجه، ايه؟ جوافه غلبان، اتجوزيه اهو تكسبي فيه ثواب، ولو باظ منك ابقي اعصريه. هتعملوها يا ولا يا بنت؟ مبروك يا حبيبتي. ألف ميرسي يا ماما. ما شاء الله. الله هو أكبر، الله هو أكبر، الله هو أكبر. إيه ده؟ هو أنت إزاي بتعمل أهلك كده؟ دول مش أهلي، دول اتنين كومبارسات جايبينهم كده نقضي الليلة، ما تشغليش بالك. ألف مبروك يا ولاد، ربنا يتمم لكم بخير. ميرسي يا بابا. عقبالك يا هنادي،
اعملي حسابك بكره الصبح ان شاء الله هتروح مقابله البنك اللي انا جايبه لك علشان الشغلانه الجديده. الناس هناك كلهم اصحابي. ها وربنا يسهل. ثانيه واحده كده، ثانيه واحده، ثانيه. مستر بسام، حته ارض فين؟ حبيب قلبي اللي وحشني،